بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا كلنا كهلاويه كنا بنتفرج على ماتش الزمالك والاسماعيلي، وكان عندنا امل وطموح ان النادي الاسماعيلي يعمل نتيجه ايجابيه مع نادي الزمالك. حتى الناس اللي كانت بتشكك في الاسماعيلي ومدى جديه الاسماعيلي للمباراه، والاسماعيلي هيفوت الماتش للزمالك، والاسماعيلي طبيعي يسيب الماتش للزمالك والثلاث نقط ما يلزمهمش، ده هم ولاد عم وصعب ان هم يخدمونا والكلام ده. نفس الناس دي برده قعدت قدام المباراه وجابت فشارها ولبها وتعاطفت مع الاسماعيلي الشوط الاول، وسقف الطموح وصل لحد العالي في الشوط الاول. قال لك ان واضح ان الزمالك سلبي والزمالك هجوميا ضايع وغياب بن شرقي فارق وبيلعبوا ناحيه زيزو بس، فممكن يتحدوا ونطلع احنا كسبانين ونقول للاسماعيلاويه ان احنا ضغطنا عليكم فاضطرناكم تلعبوا برجوله قدام الزمالك، فانتوا طلعتوا لحقتوا برجوله وعملتوا اللي عليكم. انما دلوقتي بعد خساره الاسماعيلي انزل لي يا ابني بالبوستات وانزل لي يا ابني بالفيديوهات اللي تقول ان الاسماعيلي سايب الماتش للزمالك. ليه؟ ما طبيعي ما ينفعش الزمالك يكسب الاسماعيلي جوه الملعب كاداء وكنتيجه. ليه؟ مش عارف بصراحه، مع ان فرقه الاسماعيلي كانت بتنافس على هبوط اساسا، وكابتن ايهاب جلال عمل انجاز بان هو مخلي الاسماعيلي موجود في الدوري دلوقتي. يعني كابتن ايهاب جلال سواء الفرقه مركز تاسع او ثامن، ده انجاز كابتن ايهاب عمله مع الفريق. فانت لما تيجي تتكلم حوالين ان الاسماعيلي ده انت كنت مستني منه ان هو وقف الزمالك، انت بتتكلم بجد؟ ده ماتش الاهلي جه طفره كده، وماتش الاهلي كان سوء من النادي الاهلي، ما كانش عبقريه وابداع من لعيبه الاسماعيلي. فاحنا يا اسطى اللي وصلنا بالمرحله دي لنفسنا، احنا اللي بتعادلنا مع الاسماعيلي بقى هنا املنا وطموحاتنا في اقدام المنافسين، ما بقاش الامر متروك لينا. احنا اللي بقينا مستنيين الزمالك يتعثر، مش مستنيين احنا نكسب كل ماتشاتنا وناخد الدوري، لا الزمالك يتعثر واحنا نكسب ماتشاتنا وناخد الدوري. طب تمام يا اسطى، افرض الزمالك النهارده كان تعثر قدام الاسماعيلي، هل انت عندك يقين 100% انك هتكسب انبي؟ ليه يا اسطى احنا متفقين مع انبي على التفويت ولا ايه؟ فلو قعدنا نحسبها من مبدا الزباله والمبدا القذر اللي بعيد عن عالم كره القدم ده، احنا الاثنين هنتعب. ليه يا صاحبي؟ لان الكره المصريه كلها بتتحكم فيها حاجات خارج الملعب، اعلام خارج الملعب، سوشيال ميديا خارج الملعب، وللاسف حضرتك بيتحط في دماغك كل الكلام ده من خارج الملعب. كلام ان الاسماعيلي هينزل يفوت الماتش للزمالك، كلام ان الاسماعيلي كده كده هيلعب شوط اول قدام الزمالك هيطلعوا 0-0 عشان خاطر حضرتك تاخد الطموح ان الماتش هيبقى فيه فير وعدل، وتنزل الشوط الثاني تلاقي الاسماعيلي غلب قدام الزمالك صدفه كده، قال يعني امام عاشور بيشوط والمساك غلط فيها ودخلت جون، وبعدها بدقيقه كروس كده من حمزه المسلوس يجيبه وسيف الدين الجزيري والثاني وخلصنا الماتش. يلا يا اهلاويه سهرنا معانا. ايه يا اسطى السيناريوهات الخياليه دي؟ يا اسطى ما نقول ان احنا اللي فشلنا في الفوز على الاسماعيلي واحنا اللي حطينا نفسنا في الموقف العره والهباب ده، يا اسطى احنا اللي عملنا في نفسنا كده، احنا اللي مدربنا كان خايف قدام الاسماعيلي ووصلنا للمرحله اللي احنا بقينا نفسنا ان فرقه زي الاسماعيلي دي تطلع متعادله قدام الزمالك. حتى لو احنا بنتفرج على كره مصريه بقى لنا فتره دي، ما عارفين كويس قوي ان الاسماعيلي وقت الجد فعلا لما يكون مطلوب منه ان هو يدي نقطه الاهلي مش هيديها. فانت ليه اتفاجئت يا اسطى؟ نفسي افهمك بس ليه انت ليه اتفاجئت؟ او لو انت فاهم ان جو التفويت ده جديد على الكره المصريه، فلا يا اسطى معلش، كان معروف زمان ان الاهلي بيتفوت له من الاتحاد ومن الترسانه، والزمالك كان بيتفوت له من الاسماعيلي والمصري البورسعيدي. فلو انت جاي تتكلم على التفويت وتاريخ التفويت، فالتفويت كان للطرفين يا اسطى، معلش يعني عارف ان انا الكلمتين دول هيزعلوك، بس مع الاسف الشديد سهرنا على الفاضي في ماتش الزمالك والاسماعيلي واتفرجنا على الفاضي، وانا كان نفسي ان انا اتفرج على الراجل السكره ده وهو بيبدع مع ليفربول في مباراته الاولى في الدوري الانجليزي، بس مع الاسف كان عندي امل زي الناس اللي كانت بتتفرج على ماتش الاسماعيلي ان الاسماعيلي يقدر يوقف الزمالك، بس قدر الله ما شاء فعل. ما عملهاش الاسماعيلي يعملها البنك.